مرة نرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا الحوارية دي خاصة بواحد من نجوم النادي الأهلي السابقين اللي الحقيقة متميز جدا بتسديداته القوية زي ما بيقولوا، تسديداته خلال فترة لعبه هنا في النادي الأهلي وكمان في نادي مصر المقص. أنا برحب بخط وسط نادي مصر المقص اللاعب الحريف مصطفى شبيطة في لقاء في بيته الكبير. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيكي، ويعني شكرا على الكلام الجميل ده، ويعني مبسوط ان انا موجود معاكم في البيت الكبير. يعني منورنا يا درش. ربنا يخليك يا كابتن، طمنا عليك. مبسوط ان مع حضرتك. الحمد لله يا كابتن. حبيبي حبيبي مصطفى، طبعا انت من اللعيبه المميزه، لكن للاسف الفتره الاخيره غبت شويه كده الاصابه. طمنا الاول عليك قبل ما نتكلم على النادي الاهلي ورؤيتك ايه حتى للدوري، كلمنا اخبارك ايه دلوقتي. الحمد لله، يعني انا عملت العمليه. ده كان انهي مباراه اتعورت؟ كنا في دوري ابطال افريقيا مع المقاصة في السنغال، وحصلت لي هناك في السنغال، ويمكن الحمد لله رجعت يعني، بس طبعا اخذت وقت عبال ما رجعت وكده. الحمد لله انا موجود دلوقتي بشكل جيد، والامور دلوقتي احسن بكتير من الاول يعني. الحمد لله. عايزك تكلمني عن تجربتك النهارده في مصر المقصة، بالرغم طبعا للإصابة يعني، وانت تعرضت لقطع في رباط الصليبي، بس مزبوط. بعد كده رجعت بسرعة، رجعت للتشكيل الأساسي. قول لي الفترة ديت ونجاحها وبالنسبة لك إيه؟ يعني طبعا فترة صعبة جدا، يعني أسوأ فترة على لعيب الكورة الإصابة. يعني بالنسبة للعيب الكورة أوحش حاجة، أوحش حاجة لي الإصابة. بس الحمد لله يعني هي دي جزء من كرة القدم، الإصابة تبقى موجودة، لكن الحمد لله أنا قدرت إن أنا أرجع بشكل كويس، ويمكن شاركت في عدد من المباريات كتير. والحمد لله يعني أنا دلوقتي شغال على نفسي بشكل أفضل بكتير من الأول، وأتمنى إن شاء الله إن الأمور تبقى أحسن فترة. شغال بتعمل إيه؟ يعني انا يعني في برايفت كوتش بتمرن معاه حاجات خاصه بالاربطه والكلام ده كله، يعني مستني بنفس الحمد لله الحاجات اللي بتساعد دلوقتي كابتن هاني. ده مهم. ده مهم مصطفى، يعني لان اصابه الرباط الصليبي عايزه متابعه كويسه قوي. تقويه طبعا العضله الاماميه، ده شيء اساسي. الاربطه، وانت كمان مميز جدا، وحكينا ان شاء الله باذن الله. يعني مصر المقصه يمكن السنه اللي فاتت مش هقول لك بتمر بأزمة، لكن احنا متعودين مصر المقاصة دايما من الأندية اللي على الأقل بتشوف نفسها في المربع الذهبي. في وقت من الأوقات زي ما انت اتعورت كان على المستوى الأفريقي موجودة. مظبوط. قيم لنا برضو تجربتك في مصر المقاصة أو نادي مصر المقاصة في الدوري الممتاز السنة اللي فاتت. يعني مصر المقاصة من أندية الدوري، من أندية المصنفة في الدوري الممتاز. الحقيقة الناس محترمة جدا بغض النظر عن الظروف اللي بتحصل الفترة دي، يعني ظروف خاصة يعني، لكن قبل كده الناس محترفين جدا، عايزين في طموح للفريق دايما، عايزين دايما في المراكز المتقدمه، هدفهم دايما ان هم يلعبوا في دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه. لكن هي السنه دي طبعا ظروف خاصه باستقاله استاذ محمد اللي هو محمد عبد السلام، وبعد كده في حضرتك عارف طبعا موضوع البيع والرعايه والكلام ده كله، يعني ظروف كده خاصه، وان شاء الله يعني هم دلوقتي بيرتبوا اوراقهم والامور هتبقى احسن ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه. ده بكم بمؤثر على مستواك او اي من اللعيبه بشكل ما؟ لا الحقيقه لا، يعني احنا عملنا فتره كويسه جدا، اللعيبه كانت محترمه جدا. يعني كان في فترات كتير قوي المشاكل الماديه كانت موجوده وكل الناس كانت عارفه كده، لكن اللعيبه الحقيقه كانت ملتزمه بشكل كبير، لان هم عارفين ان النادي كويس، والنادي ليه فضل على لعيبه كتير. فالحقيقه اللعيبه كلها كانت ملتزمه وكانت على قدر المسؤوليه، والحمد لله قدرنا. يعني احنا موقفنا كان وحش السنه دي في الدور الاول، وقدرنا الحمد لله نصحح من الوضع من وضعنا في الجدول. يمكن ده يعني الوضع اللي احنا فيه ما يليقش بمصر المقاصه، لان الحقيقه احنا من الفرق المصنفه، فدايما بنلعب على هدف ان احنا نبقى موجودين في المركز الرابع يعني. طبعا. وانت زي ما بتقول طالما انت نادي يعني بيديكوا مستحقات بشكل مباشر، لما بيكون في مشكله اكيد اللعيبه بتقدر ده، فاللعيبه استحملت عشان خاطر عارفين في رصيد قبل كده. صحيح. الناس ما بتتاخرش علينا يعني. ده مهم. على المستوى الفني قلت رجعنا بشكل افضل، واعتقد مع الكابتن ايهاب جلال. يعني انت كنت الفتره الاولى كان في تخبط شويه في تغيير مدربين برضو، مصطفى اكلمك عليه في يعني من خلال لقائنا ورؤيتك ليه، لكن دايما اسم الكابتن ايهاب جلال مرتبط شويه بالمقصه، يعني مرتبط ان هو في كيمياء ما بينه وما بين يعني النادي. انت شفت ازاي
التغيير دوت وعلاقتك بالكابتن ايهاب جلال وعلاقه كمان كابتن ايهاب جلال بالمقصه كنادي يعني؟ يعني كابتن ايهاب زي ما حضرتك بتقول كده في كيمياء ما بينه وما بين مصر المقصه. الحقيقه مدرب كبير وقدر يصحح من مسار الفريق. يمكن احنا كنا الدور الاول كان وضعنا سيء جدا. صحيح. كابتن ايهاب لما مسك الفريق وضعه اتحسن يعني اداء كمان الاداء بقى جيد جدا ووضعنا كمان في الجدول كان افضل. اشتغل نفسي اكتر يا مصطفى ولا فني اكتر؟ لان برضو الناس والله كابتن الاثنين يعني الحقيقه يعني كابتن ايهاب من المدربين اللي بيعمل حاجه في الكوره بالظبط. لا ليه بصمه واضحه جدا من اول مباراه الحقيقه يعني. لا كابتن ايهاب مدرب كبير جدا الحقيقه وانا كنت مبسوط جدا ان انا اشتغلت مع حد زي كابتن ايهاب جلال يعني. لو رجعنا للنادي الاهلي انت كان ليك تصريح قبل كده كنت بتقول فيه ان انت ندمان عن رحيلك للنادي الاهلي بس كل شيء كان اسمه ونصيب. عايزك تحكي لي عن الفتره دي وايه اللي حصل خلاك تترك النادي ولو رجع بك الزمن كنت عملت ايه ما عملتوش وانت في النادي الاهلي يا كابتن؟ مظبوط يعني زي ما حضرتك بتقولي كده يعني انا وقتها كنت صغير لسه وكان في مكاني انا المركز بتاعي في نص الملعب كان الوضع كان زحمه جدا. كان موجود لعيبه كتير يعني كان حسام غالي وشوقي واحمد حسن واينو وعاشور يعني لعيبه كتير. فانا كنت حاسس ان انا كنت اوريدي طلعت اعاره ورجعت تاني وعملت موسم كويس جدا مع كابتن حسام البدري. ورحت وقتها المنتخب مصر مع كابتن حسن شحاته قبل انجولا 2010. بعد كده لما فتره الاد في النمسا كان كابتن هادي خشبه مدير الكوره اتكلمت معايا حسيت ان الامور هتبقى زحمه شويه. فطلبت منه ان انا اخرج تاني اعاره وهو كان انت اللي طلبت؟ انا طلبت ان انا اخرج اعاره والحقيقه هو كان موقفه ايه؟ كان بيقول لي لا احنا عايزينك معانا وهيبقى ليك دور ودور كبير. بس لقيت المكان بيتزحم وحسيت ان انا هبتدي من جديد تاني يعني هبتدي يعني انا كنت لعبت 3 سنين في الدوري الممتاز اعارات في اتصالات واسمنت السويس ودجله. حسيت ان انا لسه هبتدي من جديد تاني فطلبت منه وهو كان رافض الكلام ده. بس انا لما لقيت الموضوع هيبقى زحمه وفي مكان انت حابب تلعب يعني هي ده يعني. نقطه برضو ان اللعيب انت عارف طبعا قيمه النادي الاهلي لكن كمان لما بتحس انت كلاعب ان الموضوع بقى صعب عليك انك تخش وتبقى لعيب اساسي او يكون ليك دور بالظبط. دايما لعيب الكره بيبقى حابب ان يكون ليه دور في الفرقه موجود في الفريق. فاحساسك دوت قال لا خلاص انا اتكلم على اساس اطلع اعاره بالزبط. وتاني ادي وكان هدفي ان انا اعمل موسم كويس وارجع تاني طبعا. طبعا يعني كان هدفي ده هدف الحقيقه. بس انا يعني الواحد لما بقى فيه نضج بعد كده وتفكير لما نضجت شويه بعد كام سنه حسيت ان انا ندمت. استعجلت قلت كنت اصبر واقعد واستنى دوري واستنى فرصتي ولما تجي لي الفرصه امسك فيها. لان الحقيقه النادي الاهلي غير يعني انا لعبت في انديه كتير. لا النادي الاهلي الحقيقه غير كل الانديه يعني النادي الاهلي في حته وكل الانديه في حته تانية خالص. ايه الفرق؟ وخاصه لما تجيب جون في النادي الاهلي كمان طبعا. انا الجون اللي جبته في الحضري يعني جبت جوال بعد كده في انديه الدوري لما كان هو في الاسماعيلي جبت جوال كتير لحد دلوقتي الناس بتكلمنا على جول الاسماعيلي لحد دلوقتي يعني. الجول في النادي الاهلي فعلا بيميت جول بره يعني في الانديه الثانيه يعني. انت ليك التجربتين لعبت في النادي الاهلي ولعبت في انديه اخرى ايه الفرق وانت بتقول النادي الاهلي في حته تانية شايف ايه الفرق بينه وبين الانديه التانية اللي انت لعبت فيها يا كابتن مصطفى؟ النادي الاهلي دايما بيلعب على بطوله يعني بتسطري تاريخ لنفسك بيتكتب في تاريخك ان انت عندك بطوله واثنين وثلاثه. بره ما فيش الكلام ده يعني النادي الاهلي دايما باستراتيجيته ان هو بيدخل اي بطوله اي مباراه عايز يكسب عايز ياخد البطوله. فدي اصلا في حد ذاتها بتعلي طموح اللاعب وبيخليه يبذل اقصى مجهود عنده. وغير طبعا ان رموز كتير في النادي وكيان كبير فلا يعني الموضوع مختلف عن باقي الانديه الحقيقه يعني. وطبيعي لو بتتكلم عن النادي الاهلي اكيد طبعا الجماهير ليها صفه خاصه طبعًا يعني طبعا رقم واحد. وانت كمان لعبت في بعض الانديه ما تعتبرش انديه شعبيه فطبعا وخاصه انت لعبت في النادي الاهلي فالسبورت بتاع الجماهير طبعًا. احساسك بالمسؤوليه بيكون اكتر بتبقى انا في وجهه نظري بتبقى فيها متعه اكتر انك بتلعب بالزبط. حتى تحت ضغط يعني بالظبط. لا الجمهور طبعا يعني انا بشوف ان هو لاعب رقم واحد
الجمهور داعم للنادي وللفريق وبيحب الكيان، يعني بيشجع اشخاص لكن هو بيحب الكيان ودايما عايز فريقه يكسب وعايز فريقه ياخد بطولات. فجمهور النادي الاهلي يعني حاجه تفرح الحقيقه، يعني وجوده في الملعب بيدي دفعه معنويه. دفعه معنويه وبقى كمان بره الملعب. عشان كده قلت ان الهدف الاهلي بمية مع الانديه الثانيه. انا لحد دلوقتي يعني الناس بتعتز بالهدف ده اللي دخلته في عصام الحضري. طبعا يعني الجول من 10 سنين تقريبا ولحد دلوقتي الناس فاكره الجول وفاكره كان فين وامتى وفي الدقيقه كام. يعني الحقيقه لا، الوضع مختلف. طيب انت برضو مصطفى لعبت على المستوى، يعني طلعت تجربه احترافيه في بلجيكا في ليرس البلجيكي، ودايما لما اللعيب دايما بيفتكر افضل لحظات حياته. كنت تتمنى ان تجربه ليرس دي تمتد شويه كمان سنتين ثلاثه وتتنقل من ليرس مثلا لاحد الانديه بلجيكا ومن بلجيكا تطلع على نادي افضل؟ فتره ليرس كانت ازاي في حياتك يعني؟ طب يعني هو طبعا حضرتك كنت موجود هناك، كنت المدير الفني للفريق ليرس، والحمد لله يعني بمساعدة حضرتك وساعدنا الفريق ان هو يقعد في الدوري الممتاز. الفريق كان وضعه وحش جدا في الدوري صحيح. لكن بقيادة حضرتك واللعيبه كنا موجودين الحمد لله والفريق استقر. كان في التوقيت ده في فابيو كان موجود لكن انا رحت كمان ويمكن مصطفى عاش القصه ديت. لقيت ليرس طبعا من انديه كان موقفه صعب شويه بالزبط. لكن اول حاجه وانت فاكر مصطفى اشتغلنا عليه ان كان في مجموعه مصريين، اول ما دخلت لقيت المصريين قاعدين لوحدهم وكان في مجموعه مغاربه، في لاعبين مغاربه لقيت المغاربه قاعدين لوحدهم وبعدين في مجموعه البلجيك نفسهم قاعدين لوحدهم. فانا يعني اتخضيت من الموقف فقلت هو ده يمكن المؤثر على مستواهم لانهم كلهم لعيبه كبيره. الفريق لازم يتلم ولازم تبقى يبقى في حاله انسجام كده، في جمعيه وده اللي عملناه فتره الحمد لله، فتره قصيره قوي ويمكن كان في ناس بتقول خلاص الموضوع منتهي والليرس في الدرجه الثانيه، لكن الحمد لله بمجهود اللعيبه ومصطفى كان مميز جدا. فكنت تتمنى انك تكمل التجربه الاحترافيه. يعني انا كنت مخطط لنفسي كده، ويمكن مستر ماجد كان عادي بينتهي والمفروض ان انا كنت اجدد، يعني جددت فعلا سنتين وكنت اقعد في ليرس، لكن حصل ظروف حضرتك طبعا ما كملتش وجي مدير فني جديد. بس انت كنت كاتب عقد؟ كنت عامل عقد بس هو الموضوع اختلف، يعني كنت لسه مجدد مع المدير الفني الجديد وقتها حسام غالي كمان كان جه ليرس، يعني ليرس كان مع لؤي في المكان بالظبط، فما حصلش نصيب يعني. بس انا كان من ضمن اهدافي ان انا اكمل هناك زي ما كابتن هاني بيقول كده، ان انا افضل موجود في اوروبا ومن خلال ليرس اروح مكان تاني افضل. يعني امال انت يعني بعد كل اللي انت حققته ان شاء الله يعني اللي جاي يكون افضل، ايه طموحك انت مصطفى في الفتره اللي جايه؟ هل انت تكمل فعلا في مصر المقاصه؟ شايف الخطوه اللي بعد كده المفروض تكون فين؟ والله يعني انا طبعا نفسي افضل اولا مستمر العب كوره لحد اخر نفس ليا، ده هدف ان شاء الله، واتمنى ان مصر المقاصه كمان الامور تتحسن وتبقى افضل. لان انا نفسي ان شاء الله لو الامور استقرت الفرقه هتنافس ونلعب بطوله قاريه ان شاء الله زي ما لعبنا قبل كده. يعني ده من ضمن اهدافي، لان النادي فعلا مصر المقاصه من الانديه المحترمه في الدوري، فاتمنى ان الامور تستقر. يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله بيبقى في سبونسر او الامور تستقر بشكل كبير جدا. وانت قلت نقطه ان حتى اللعب المحلي بيبقى في حته، لكن تلعب على المستوى الافريقي وانت بتمثل مصر، خصوصا كمان لو انت بره النادي الاهلي او الانديه الكبيره، لما تلعب بطوله دي غير طبعا. يعني لما تلعب مع مصر المقاصه دوري ابطال افريقيا دي حاجه كبيره جدا. أكيد يعني ده أكيد بتبقى حاجه جديده زي المولين العرب لما لعب. والحمد لله انا لعبت مع بتروجيت برضو مع كابتن مختار، مع كابتن مختار الكونفدراليه بالظبط، رابع الدوري الحمد لله 2014 بعد ما رجعت من بلجيكا. فالحمد لله يعني لعبت الكونفدراليه ولعبت دوري ابطال افريقيا بره النادي الاهلي، يعني فدي حاجه بالنسبه لي انجاز طبعا. حاجه كويسه وتارجت ان شاء الله ربنا يوفقك وتحقق اهدافك. ده يرجعنا شويه للدوري العام السنه دي، وانت عارف كان دوري استثنائي بشكل كبير جدا. مظبوط. قيم لي الدوري عامه، كان لعيب جوه فريق في الدوري المصري، كانت الامور عامله ازاي بالنسبه لكم كلعيبه في هذا الموسم الاستثنائي؟ بالظبط، يعني هي جائحه كورونا دي فعلا قعدنا فتره كبيره جدا حوالي 100 يوم تقريبا، هو كان الوضع كان صعب جدا. يعني احنا تاثرنا، احنا خلاص يعني احنا قلنا الحقيقه ان خلاص مفيش دوري تاني هيرجع،
لكن يعني نقطه تتحسب يعني نقطه ايجابيه جدا ان رجوع الدوري، واحنا يعني شفنا دوت في النادي الاهلي ونادي الزمالك في افريقيا وبيراميدز، يعني الحقيقه فنقطه ايجابيه ان الدوري يرجع، فالحمد لله يعني قدرنا نرجع للدوري، وكابتن ايهاب كمان ساعدنا لما رجعنا ان احنا ندخل بسرعه في الماتشات. مظبوط، انتوا كنتوا قريبين كمان قوي الاسابيع الاخيره انكم ممكن يعني وصلتوا للمركز الخامس كمان. بالظبط، يعني كابتن ايهاب لولا بس ان حصل مشاكل ما كملش، لكن كابتن ايهاب لو كان استمر مع الفريق لان كان مد استقرار للعيبه وللنادي، فيعني خروجه بره النادي ده خلى عدم استقرار في الفريق، فالوضع يبقى خلاص يعني كان هدفه ان احنا نلعب على مركز رابع، يعني هو من اول يوم جالنا رغم ان انتوا كنتوا تحت هم كانوا تحت جدا، من اول يوم جالنا قال لنا انا هقول لكم مش هقول لكم دلوقتي انا بلعب على ايه، يعني هو كان هدفه ان احنا ننافس على المركز الرابع، وفعلا لو كان الامور مشيت بشكل كويس كان كنتوا قريبين. انت لاعب داخل صفوف نادي مصر المقص حاليا، ايه الفرق؟ اعمل لي كده مقارنه صغيره بين مصر المقص قبل كورونا وفتره التوقف وبعد رجوع او بعد عوده استئناف الدوري كابتن. يعني هو الوضع الاول كان مستقر ماديا، كان افضل، كان مستقر طبعا، كان في استقرار ماديا وفنيا الاول، بعد كورونا طبعا الامور الماديه زادت يعني بقى في عبء يعني. بالظبط، الموضوع طول وده مش بايديهم يعني، الناس الصراحه يعني مش بايديهم، هم كانوا دايما بيقولوا لنا ان في ظروف خاصه هنحلها وان شاء الله الامور هتبقى افضل يعني. فالوضع طبعا قبل كورونا وبعد كورونا، لا بعد كورونا الموضوع بقى اسوء يعني. كانت مستحقاتكم بتتاخر مثلا؟ لا يعني كان في مشاكل بتتحل يعني، بس احنا كان عندنا ثقه ان هم يعني لحد دلوقتي الحقيقه هم الناس بيقولوا لنا ما فيش حاجه هتضيع عليكم يعني، فهم في مصداقيه عندهم في وعد يعني، واحنا كمان يعني احنا لعبنا وكملنا من غير ما ناخد فلوس، لان احنا عارفين ان المكان فيه مصداقيه يعني. مصر المقاصه دايما على المستوى الاداري ممتازين يعني، ممتازين بالزبط. وانت زي ما بتقول في ثقه بالنسبه للعيبه ان حقكم مش هيروح، وهم بيحلوا المشاكل الماديه، الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى فيه تطور صرف صرف بعض المستحقات يعني بدايه من الاسبوع اللي جاي. ان شاء الله، لان المفروض نبتدي اعداد الاسبوع اللي جاي، فهم عايزين يخلصوا المشاكل بتاعه الموسم اللي فات ده قبل ما نبتدي تدريب يعني. الازمات الماليه يمكن بتاثر بشكل سلبي جدا جدا على كل الفرق بشكل كبير، ومن هنا هاخد رايك ايه في الثلاث فرق اللي طالعه، لان في اعتقد في فرق عندها اداره ماليه بشكل جيد بالزبط. جدا لو اتكلمنا على سيراميكا، اتكلمنا على البنك الاهلي، غزل المحله كمان احتمال يخش كمان سبونسر بياخد النادي، ف دوت انت شايف ان ده هيفيد ان شاء الله الدوري المصري، عمليه ان كمان الانفستر في مستثمرين بيستثمروا في انديه، انت شايفه ده في صالح الانديه وصالح الدوري بشكل عام؟ بالظبط طبعا، يعني لما الامور الماديه تبقى تعلى وتبقى افضل هتلاقي في انتاج اكتر يعني، وانا متوقع ان الدوري هيبقى قوي بسبب الكلام ده، لان في منافسه ما بين اللعيبه دلوقتي على الصفقات، كل نادي من الانديه اللي طالعه دلوقتي عايزين يجيبوا لعيبه مميزه علشان يخلي فريقهم قوي، فالامور الماديه حاليا بقت هي يعني في الاحتراف دلوقتي في كره القدم بقت مهمه جدا طبعا. الامور الماديه، فاعتقد ان الدوري الموسم اللي جاي هيبقى اصعب، هيبقى قوي جدا بالظبط، لان كله عايز فريق يبقى قوي يستعد بشكل كويس وكله بيجيب صفقات وبيطور من نفسه يعني، الفرق اللي صعدوا دلوقتي مش طالعين عشان يقعدوا بس قضيه واجب كده وخلاص، مش زي الاول، لا هم طالعين عايزين ينافسوا وعايزين بالظبط، فالدوري الموسم اللي جاي ان شاء الله هيبقى قوي جدا. طب لو اتكلمنا عن الدوري الموسم ده اللي انتهى، واكيد يعني يمكن افرز الموسم ده عناصر يمكن كانت قادره على ان هي تمثل المنتخب الوطني في المرحله اللي جايه، وطبعا تمثيلنا في كاس الامم الافريقيه في 2022 في الكاميرون، ايه العناصر اللي انت شايف من وجهه نظرك ان هي كانت فعلا قادره لضمها في المنتخب وما حصلش كده؟ اتكلمنا عن اللي انضموا كتير يعني، خلينا يعني نتكلم عن العناصر اللي ما انضمتش. يعني هو في الحقيقه يعني لعيب انا معانا في الفريق كان لازم يكون موجود، محمد ابراهيم. محمد ابراهيم يعني الحقيقه يعني تطور بشكل كبير جدا الدور فرق محمد السنه دي طبعا عن السنة طبعا يعني فرق بقى فنيا ولا التزاما ولا محمد انت شايف؟ محمد لعيب محترف بيتمرن كويس وبيشتغل على نفسه بره الملعب، فلا يعني هو انا شايف ان هو اتظلم من حيث
حته ان هو كان لازم يكون له وجود في منتخب مصر. يعني الحقيقه كان عامل دور تاني كبير وفرق معانا، يعني انا لعيب معاه، لا هو فرق مع الفريق وكان ليه دور مؤثر معانا. يعني طبعا جبنا سيره المنتخب، اكيد برضو انت متابع بشكل جيد جدا، مش هنتكلم على القائمه خلاص، انت قلت يمكن وجهه نظرك، لكن نتكلم على الماتشين بتاع توجو وانت شايفهم ازاي، وكابتن حسام البدري مش هقول لك موقف صعب لكن خطر شويه، يعني احنا داخلين على ماتشين مهمين جدا، شايف رؤيتك ازاي للماتشين بتوع توجو؟ يعني الماتشين مهمين جدا وماتشات، يعني ماتشين صعبين، وده يعني اهميه المباراتين وصعوبتهم بتيجي من منطلق ان احنا يعني ترتيبنا في المجموعه سيء جدا، بالظبط ما يليقش خالص بمنتخب مصر ولا يليق باللعيبه المتواجده في المنتخب. فان شاء الله باذن الله بدايه من اول مباراه اللي عندنا في القاهره نقدر نحسم الامور وناخد الثلاثه بونت، وان شاء الله ماتش توجو هناك كمان ناخد الثلاثه، يبقى عندنا سته بونت فنتصدر المجموعه ده الطبيعي، يعني ده العادي. جزر يعني القمر النهارده متصدر بخمس نقاط، بالزبط. كينيا كمان في المركز الثاني، لا احنا فرطنا في اول ماتشين، يعني فقدنا اربع نقط ما لهمش اي لازمه. فلا يعني الطبيعي ان انت تكوني موجوده دلوقتي اول المجموعه وانت مغمضه، يعني انا بشوف ان كمان الماتشات دي يعني استعداد للبطوله، مش بشوف ان احنا لا احنا طبيعي، يعني انت بالنسبه لك طبعا طبيعي ان انت تلعب بطوله افريقيا، انت بتدي رساله، عايز بقى تدي رساله لكل المنتخبات في افريقيا ان انت رايح الكاميرون عشان تاخد البطوله، انت مش رايح كده وخلاص، خصوصا كمان ان احنا كان عندنا بطوله هنا في ملعبنا وسط جمهورنا وخرجنا من الادوار الاقصائيه، لا يعني فاللعيبه لازم تكون على قدر المسؤوليه، لازم من بدايه من مباراه يوم السبت ان شاء الله اللعيبه تتحمل المسؤوليه ويكون في اصرار وعزيمه على المكسب، يعني ان شاء الله مهم جدا، وخاصه كمان يعني تقييمك للاعبتنا المحترفه برضو، انت اكيد متابع صلاح ومتابع النني، بنتكلم على حجازي وحتى بعد ما انتقل من البريمير ليج للدوري السعودي، تقييمك لمحترفينا في الفتره ديت وازاي يفيدوا منتخبنا؟ يعني لا الحقيقه المحترفين ماشيين بشكل كويس جدا، سواء حجازي سواء صلاح سواء تريزيجيه سواء كوكا، يعني والنني كمان، يعني النني رايك في كوكا؟ لا ماشي كويس جدا، يعني الحقيقه هم يعني المحترفين كلهم لا هيفرقوا معانا ان شاء الله لو ركزوا، لو فضلوا بنفس المستوى اللي هم بيقدموه بره، فلا الحقيقه هم مركزين جدا وعاملين بادئين الموسم بشكل كويس قوي، يعني فان شاء الله هيفرقوا مع المنتخب. يعني هاخدك الحته بتاعتك وسط الملعب، ورايك الفني الكابتن حسام يبدا ازاي؟ احنا كنا لسه بتكلم مع الدكتور احمد ثابت على حته احنا عادي هنلعب 4 2 3 1 فعندنا طارق حامد اعتقد حاجز دوره بشكل كبير، عمرو السوليه، النني، انت شايف مين الانسب لمباراه توجو اللي في القاهره، النني ولا عمرو السوليه يلعب جنب طارق حامد؟ لا انا شايف السوليه، يعني السوليه لازم يكون موجود، يعني اساسي السوليه، لان السوليه من اللعيبه اللي هي بتلعب رقم 8 وبوكس تو بوكس، يعني يمكن النني وطارق حامد يعني قريبين شويه من بعض، والنني كمان مع ارسنال بيقدر يقف في رقم 6. لا فالسوليه انا شايف ان هو مهم ان هو يكون موجود، لان هو لعيب بيقدر بوكس تو بوكس، يعني بيدافع ويهاجم بشكل كويس، لا يعني لازم يكون السوليه موجود، فاعتقد السوليه وهيبقى جنبه طارق حامد. يعني طارق حامد طب لو اتكلمنا عن خط الهجوم، شايف ان المنتخب الوطني بيعاني من هذه الازمه ولا ما عندوش ازمه في خط الهجوم بتاعه؟ والله يعني الفتره اللي فاتت دي مصطفى محمد وكوكا لا الاثنين ماشيين بشكل كويس قوي، ودلوقتي ما بقاش يعني ما بقاش الناحيه الهجوميه الفيرود اللي هو يعني مصطفى او كوكا، بيبقى الناحيه الهجوميه صلاح وتريزيجيه بيبقى لهم دور كبير مع قفشه مع عبد الله، يعني لا فانا مش شايف ان في ازمه ان شاء الله، ومصطفى محمد وكوكا هيقدروا ان شاء الله يشتغلوا بشكل كويس، يعني مفيش ازمه في الفتره لا ان شاء الله مفيش حاجه باذن الله، لا ان شاء الله مفيش ازمه، بس يعني انا بكلمك بكل امانه، انا كنت شايف ان مروان في افضل حالاته، ده وجهه نظري الشخصيه، مروان كان في افضل حالاته في الفتره الاخيره بيهدي بشكل جيد جدا، مروان اعتقد ده كان اول غياب لمروان عن قائمه المنتخب من وهو ماشي كويس، يعني مروان لما بدا يفوز بدا يبقى كويس. رؤيتك ايه للجزئيه ديت، خاصه نعرف منك
تقييمك لمروان برضو أثناء الضغوط وأثناء الفترة الأخيرة من الدوري وعدم اختياره في قائمة المنتخب؟ يعني مروان إن هو يبقى كل الضغوط دي عليه، الضغوط كلها عليه والناس كلها بتتكلم عليه بالشكل ده، وفي ويبقى يستحمل ويقدر يمشي بشكل كويس ويحرز أهداف الفترة الأخيرة، فده معناه إن مروان لعيب كبير. يعني دي انا شايف ان افضل فتره لمروان، وكان يعني الفتره دي بالاخص كان يستحيل ان هو يكون متواجد في المنتخب، بس طبعا في النهايه دي وجهه نظر أكيد. كابتن حسام كلنا بنحترمها، احنا بنقعد نقول راينا وبنتوقع وبنتخيل التشكيل، لكن في النهايه هو اللي شايف من وجهه نظره. خبرات لاعبي الاهلي الكبار النهارده واللي هقول لحد دلوقتي من خلال السيمي فاينل في دوري ابطال افريقيا، شايف اللي جاي ازاي؟ شايف ان لاي مدى ممكن يحاول بطوله باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله. يعني انا يعني عندي ثقه كبيره في اللعيبه، وكمان مستر موسيماني يعني ليه دور كبير، انا مطمن ان هو موجود. يعني يمكن قبل كده انا ما كنتش مطمن الحقيقه، لكن دلوقتي لا، هو الراجل شغال بشكل نفسي على اللعيبه. فعاد موسيماني يعني انت مطمن بتقول قصدك؟ الحقيقه يعني يعني في بصمه واضحه جدا باينه وبتتعمل من اول ماتش، يعني من اول ماتش المقاولين بالظبط، البصمه واضحه، وماتش بيراميدز بعديها وكمان نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، وهو الراجل يعني حابب المكان، يعني عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف ان انت شغال في كيان كبير، وعارف ان النادي بيلعب على بطولات، فهو حابب المكان. فاعتقد ان شاء الله مع اللعيبه طبعا زي ما حضرتك بتقولي الخبرات والكلام ده، ان شاء الله هنقدر ناخد بطوله افريقيا يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. وانت بتحسها كمان كلاعب، انت بتحس ان الفرقه بتلعب مرتاحه مبسوطه بالجيم، في اريحيه، والنادي الاهلي يمكن كنا قلقانين عليه شويه، مش من النتائج، لكن كنا قلقانين من الأداء. يمكن تفتكر ان احنا كنا بنكسب لكن الاداء ما كانش مظبوط شويه. طب هاخدك لنقطه ثانيه، لنقطه الولاد الصغيره، ورايك ايه في الولاد القطاع الناشئين اللي طلعوا من النادي الاهلي، 4 5 ولاد بتلعب بشكل مباشر مع موسيماني، اداهم فرصه، برضو رؤيتك ايه للدفع بقطاع الناشئين او باللعيبه الصغيره في الفتره الحاليه؟ يعني مهم جدا ان قطاع الناشئين، يعني قاعده الناشئين للنادي الاهلي قاعده كبيره جدا، وعندهم لعيبه مميزه، فاعتقد ان لازم الناشئين يكون ليهم دور، لان فعلا دول اللي بيحبوا النادي ومتربيين في الناشئين على حب الكيان، فاعتقد ان هم لازم يكون ليهم دور، ودي حاجه كويسه من 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 مستر موسيماني ان هو بيفكر في قطاع الناشئين. فاعتقد ان هم ان شاء الله يعني يكتسبوا الخبرات من دلوقتي، عشان بعد كده، عشان لما اللعيبه الخبرات الكبيره يبطلوا، يبقى دول عارفين هيعملوا ايه. يعني انت مين اكتر لاعب لفت نظرك سواء من الاساسيين او من الناشئين، خلينا نقول في الموسم ده من قطاع الناشئين؟ يعني لا، في النادي الاهلي ده، في النادي الاهلي يعني سواء من اللعيبه الاساسيه او من الناشئين اللي تم تصعيده من خلال موسمين. الشناوي الحقيقه يعني ما شاء الله عليه، مركز ماشي بشكل كويس قوي، بشكل احترافي يعني الحقيقه، يعني افضل لاعب في الموسم ان شاء الله، يعني المفروض يبقى هو محمد الشناوي على طول مركز، وفارق جدا، ونقطه تحول للفريق حتى في ماتش الوداد اللي هناك المصدر ضربه الجزاء، فاعتقد ان محمد الشناوي افضل لاعب، يعني افضل لاعب اكيد. ولو اتكلمنا على الشناوي اكيد طبعا، يعني خلينا اكلمك برضو على الرؤيه نفسها، في ان المدربين ليهم اثر ايجابي وسلبي جدا جدا على اللعيبه، ويمكن ان انت عشت المرحله ديت خلال السنه دي، تغيير المدربين، رايك ايه كمان اخده كلاعب في الدوري المصري مع قرار اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، ان خلاص المدرب اللي بيشتغل مع اكتر من ناديين خلاص ملوش دور، كلاعب ده ايجابياته بالنسبة لك ايه؟ لا طبعا يعني انت عانيت منه يعني بالظبط، يعني انا في كم مدرب؟ كان 5 مدربين تقريبا، 5 السنة دي؟ يعني كان ميدو قعد شوية في الاول الموسم، بعد كده جه مونيكي، بعد كده مسك كابتن جمال عمر، بعد كده كابتن علي عاشور، بعد كده كابتن ايهاب، بعد كده كابتن جمال تاني. فلا يعني هو الموضوع ده بيعمل عدم استقرار للفريق، وبيخلي كمان اللعيب يقول انا مش هتحمل مسؤوليه خلاص. يعني انت بتوصل لدرجه خلاص انا بفكر في كده بصراحه. طبعا انت كلاعب كنت بتفكر بالطريقه دي؟
دلوقتي لا ما بفكرش كده. لا مش دلوقتي. لا 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 اثناء بقى يعني موضوع تغيير المدربين والعقليه اللعيبه مش شبه بعض. يعني انا غير اللي جنبي غير اللي بعديه، لا كل لعيب ليه فكر مختلف. بس انا بتكلم بشكل عام، لا يعني بيدي عدم استقرار للعيبه وبيحس ان هو مش هيتحمل مسؤوليه. هي المشكله في المدرب؟ لا طبعا انت ليك دور كلاعب، بس تفرق كل مدرب بيجي انت مجبر يعني انك تتعامل مع مدرب وبعدين خلاص اتعودت عليها طريقه لعب وطريقه بالزبط. طريقه تعامل فبعديها بتغير تاني فتاخد وقت على وقت وهكذا. لا يعني طبعا الموضوع يعني لازم يكون في استقرار في الانديه، يعني يصبروا على المدربين. يعني كابتن ايهاب جلال، انا اللعيبه انا ما كنتش عاصرت الولايه الاولانيه، كان اللعيبه بتحكي لنا ان هو قعد 5 مواسم تقريبا، اول موسم مسك مظبوط قعد 5 ماتشات ما بيكسبش. والناس صح. فضلت مصممه على كابتن ايهاب لان هم عارفين شغله وعارفين هو بيعمل حاجه، وبعد كده المقاصه بقت في مكانه ثانيه خالص مع كابتن ايهاب. عموما هو الموسم ده كان يعني مليء بالاخطاء الجسيمه من وجهه نظري، بس بنتمنى الا تتكرر في الموسم الجديد. نتمنى لك كل التوفيق كابتن مصطفى. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله بالتوفيق وجود لك ان شاء الله. نشوفك في الملعب وتحقق كل اهدافك ان شاء الله. شكرا كابتن، وكنت مبسوط ان موجود معاكم حبيبي مصطفى. شرفتنا ونورتنا. طيب بعد الفاصل نجوم اخرين في البيت الكبير، اتفضلوا.